عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله ومن أولي العزم من الرسل، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عيسى عليه السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هو الرسول الذي قبل محمد، وقد أنزل الله عليه الإنجيل التي هي موجودة الآن كالعهد الجديد أو العهد القديم، وبنو إسرائيل من النصارى أو المسيح الموجودون في وقتنا الحاضر، وهم من التعداد مع المسلمين قبلا أو بعد، إلا أنهم أكثر طائفة دينية متبعين لأنبيائهم أو لكتب رسلهم. عيسى عليه السلام جعل الله ولادته آية، فقد حملت به مريم بنت عمران بوحي بإيحاء الله لها لما ذهبت: فهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا. فمريم عليها السلام بعد أن أخذت بيديها هذا الطفل الذي هو في المهد وأتت به قومها، قالوا: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين أتيت به؟ ونحن نعلم أنك ما كنت امرأة سوء، وما كان يعني من بيت فاحش، فكيف تأتين بهذا الطفل؟ فأشارت إليه، وهنا المعجزة. فتكلم في المهد، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جعل من يتكلم في المهد ثلاثة أو أربعة، منهم عيسى عليه السلام، فقال: إني عبد الله ورسوله، وهو في المهد. فلما بلغ عيسى عليه السلام دعا قومه، وسلط الله معه ورزقه الحواريين الذين كانوا مساندين له، مساعدين له في دعوته، مطيعين له كطلاب علم، كمتابعين، كمجاورين. إلا أن بنو إسرائيل لم يؤمنوا به، وما كان منهم إلا أن حذروا منه وخافوا منه، وكان هذه من طريقة تكذيبهم أن يقتلوا الأنبياء، فأرادوا قتله، فحماه الله ورفعه إلى قيام الساعة، ولن تقوم الساعة وهي من علامات الساعة الكبرى إلا بنزول عيسى عليه السلام، وبنزوله سيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس بدينه أو بشريعته، وإنما سيكون تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام ابتلى الله بنو إسرائيل من بعده، رغم أنهم لم يؤمنوا بدعوته، إلا أنهم قالوا أنه ابن الله، وظلوا يعبدونه، وبعبادتهم له اختلفوا كيف يكون لله ابنا، فجعلوا له صاحبة، ثم جعلوا له روحا، ثم جعلوا له ثلاثة آلهة، ثم هل هو مجسد في الأكبر أم في الأصغر، إلى أن وصلوا إلى مواصيل أن الله أو أنه صلب ليدفع عن بني آدم الخطيئة التي أخطأها آدم عليه السلام. أما في معتقدنا نحن المسلمون أنه نبي الله ورسوله أرسله الله ليكون عظة وعبرة، وجعل له من الآيات أنه يبرئ الأكمه، الله جل في علاه جعل له من الآيات أنه إن جاءه مريض فإنه يشفى بإذن الله، وإن جاءه أعمى فإنه يبصر بإذن الله. وكان عيسى عليه السلام مبشر لنبي يأتي من بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنه كان في دعوته وموجودة إلى الآن في الإنجيل سواء كان العهد الجديد أو القديم، ما يثبت أن هناك نبي يأتي في آخر الزمان اسمه أحمد أو محمود أو محمد. طيب، لماذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لما اشتبه عندهم من أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم في أنه ليس هذا محمد الذي جاء قبل 1400 سنة في جزيرة العرب في يثرب أو في المدينة، فنتج من بعدها كفر الكافرين وإلحاد الملحدين. عيسى عليه السلام
يعلمنا الله في قصته الصبر على البلاء وعدم مؤاخذة السفهاء، بل أنه كان نقيا طاهرا وكان نبيا ملهما ويعفو عمن أساء إليه، بل أنه يساعد حتى من لم يكن طائعا لله. فمن إثبات كرامته أنه ابن مريم عليه السلام، وأن مريم لم تنجب ولم يكن لها زوج، وأن الله كفلها زكريا لما كانت صغيرة بعد أن توفي. أيضا من الفوائد أيها الأحبة أن مريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها رزقها الله في أن يكون نبيا من الأنبياء من ذريتها. ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. من الفوائد أيها الأحبة أن الله جل في علاه آتى هذا النبي الشاب الإنجيل، وجعله كتابا من الكتب السماوية التي جاءت مصدقة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومؤيدة لجميع الرسل والأنبياء من قبل. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما قول النبي صلى الله عليه وسلم حالفا قاسما: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عيسى عليه السلام من فوائد دراسة قصته والاعتبار بها أننا لا نوكل الأمر إلى العقل، فالعقل لا يوقن ولا يقبل أن تأتي ابنة شابة تذهب في وسط أهلها بعدم زواج أو بعدم وجود رجل في حياتها فتحمل وتلد ويكون لها ابن وهذا الابن يتكلم في المهد. فكل هذه دلالة على أن الإيمان قد يكون أقوى من العقل، فالإيمان قد يكون على أشياء مستحيلة، وهذه الأمور المستحيلة هي معجزة الله في هذه الأرض. فهؤلاء الذين أتوا سواء ناقة صالح أو كلام عيسى عليه السلام في المهد أو عصا موسى أو السفينة نوح، الآيات هذه كلها لا تدعو إلى نفسها ولا تسأل أجرا من أحد، كلها داعية أن الله هو الرب وأنه هو الواجب له العبادة وأنه تناخ له المطايا والسجود له وحده والركوع له وحده والتذلل له وحده، لا لنبي مقرب ولا لرسول ولا لملك، التوجه لله وحده فقط، لا إله غيره ولا رب سواه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.